وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. أيها الإخوة الأحباب، اتقوا الله تعالى واضيعوه، وحان سدر دار منا إلهي تقودي سيع بسديسة، وحان كهليني إن أو كمذي هاي نرش تيرك أقوين نرش الدنيا دا إلهي ونرش النبي قلنا نرش صلى الله عليه وسلم إنه يهاي أمنك وح أقوين نرش الدنيا دا لقوم عليه وأمني وأن بتقلي أمني قاس. أيها الإخوة وحواي أدب أقود ويها أهمية أوليها أوجدنا إلهي سبحانه وتعالى النبي جيس قيمها بدنا شنت أول عزمك والدك وها إنك سوى النبي نوح وكه الرجال لشيقو حاوق فضل بدنا شنت هذا وشنت هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا نوح، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلهي لبقى هذا القرآن كشيقو إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين بعده أوحينا إبراهيم وموسى وعيسى آياتك الكبيرة سورة الشورى لبداس شنتا سا امبيدا او غواوين يرسوشا شنتودا waxaa ugu fadli banow Muhammad sallallahu alayhi wasallam culumadu waxay ku labeeyaan nabi Ibrahim qarna nabi Musa ilaahay qalb waxba tiraa laakin muhiim waxa la isku raacsan yahay inuu yahay nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sayyidu waladi aadam sayyidul mursalin sayyidus salihin sayyidul awliya salawatullahi wa salaamu alayhi. Hadaba nabi Allah Ibrahim ducadiisi qiimaha badneed khaliilur rahman wadayg ilaahi subhanahu wa ta'ala markuu u duceynay ahlu makka oo reerkiisa min yarada ay deganeed xaaska bahyarada oo bil munaasaba bahyarada anbiyaadu waa lahaan jireen culimada ay saalixintuna waa lahaan jireen adayaashana waa laga doonaa inay yeeshaan bahyarada lagama dhama waxa weeye in horena wax laga dhisay reer gadaal laga dhisay waajibna ma aha qof kale waa iska dhaafi kariya reer magaalku maba jecle laakiin waa sunno waaye sunno maxamed ee anbiyaa marka nabi ibraahim calayhi salaam laba reer buu lahaa reerna beytul maqdis ay deganeed saara haajarna waxay deganeed مكة وسود الجوا بهيردي مركو قد عينا يا مركا ريركا وكحد ذي المسلمين تماشى استمانيس إلى يوم القيامة كوا إيمان دونا كوا سنة دول بتجايا دعاء عام ودعاء مر وحيري وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وحيري الله بلد كان كيل بلد آمنة أمني وكبل الله كنا قود أهل كيسة رزق واسعة هي مراء هي وحناك قوذي قفك الرمية إلهي الرمية الله وحو قدر كرع سي ومن كفر كوة قالوا بناك قوذنا يا إلهي سبحانه وتعالى عدل بس هكذا حريص بغن نبي إبراهيم قال أم الدعين وكسوه ريب الرزقي من الدعيسنا قالوا لكن قوتك مرك اللي قالوا الله قوتك وقلوا بريق حتى والله قوذنا يا بويل لو ديدي ما راشنك ومن كفر كوة قالوا حتى وقوذنا بويل سو إبراهيم من آمن وكسنا بالله واليوم الآخر قال الله وحوله ومن كفر قال ذل التذوقون يا ومن كفر فأمتعه قليلا إن يربان لك أروح هنا يا قال قود كذا وعس جريات قود يحكون ده فاين ما لكن دي ذي كم عاش يان حقو يرى لنا علينا يا هاي وحسن عنا لكن وعس جريات ثم فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير كده من وحلو اللي بتقلنا يا عذاب كده رأي النارته وأنا مله مله نقد ماش أولي دتوه ومله هل كاسي قال يا هذا سوء إسلام وش توبكين طبعا وارن او مفروغ عنها محتمه سنه ربانيه واي وحس بدلها مجران وحاوي اما فد اما فدن غير بيد بس اسيره ادو اما يل اما يل وحاوي واكو كفليس حق الهي قال هذو انت سو قال نارو غليا اما هي يل اما يسي يل واحنا غلطت شنا ما مسلم يكون هذو مستقيم هي الله سو كنا ودنت جنو غليا الله با ان صدي وان فلنا يا الله اودو كفلنا ولا مركا انغا انا كرهه مركا لبد دارود مدن غلينا ان حتى انو غان كغارن مدول بنادات كهدي ولا دياري أعمال إيمانيات أيا لو الله أنو قفيري ميزان كإلهيين وقفك مقو أدوني جوجو سيدو ويا لو أي دارتيس أطالا هدو الله كحرا يتقي هاي وإلهي كبقى هاي ماشي أسعد والله دار المتقين وتقيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أو إلهي تاسوا دارت وجنة دي أدو من كين أن حلسيني أن متك إلهي كبقى كلي قفك إلهي كبقى دارتيس والله يغان وجنة قفك الله كبقنا هدو ماشي كلو هذي سقاب الدور تسوما هذا النبي إبراهيم وحو يري سداس ويري دعاء داس أمنك مركا أهمية أولا يا فيري إبراهيم عليه السلام أمنك بكب الله بدعاء ديس رب يجعل هذا البلد آمنا أيوه رزق أمم برين وحكى لأمم برين وحو بريي هرمر أمم ويدين أمني بكب الله وحال قلت السنة يا أهمية أمنك أولا يا
إنه يهاسقه فرح نلاشة. ولذلك ولا ليال أمنجو وجدوين هاي أمنجو ما عن كلية قيبت عسكري جا سيدا دتكو يغانين أمنجو قيبت عسكري وكو أي كتاي إذا أقوله رئيسه ومهم جدا لكن أمنجو واسع إلى ثمان نوع بالجارسية أو مت كستبا وبهاي دتك يدلك يدولة لماذا إن أمنجو هذا لهلو هذا أمنجو هذا لهلنا ماشى دولة دجرة ميسو أما وان ناقصين قن يستولوا جيد دولة لميسر المعها أمنجو سمرك وسوجرة قيب وأرماها سياسة دا قيب وأرماها بلشدة قيب وأرماها سيرفيسك أما خدماتك قيب وأرماها فكرك أما عقائدك أنت وإن أمني دلك وكهلا دلك وحي الله علماء بركة إلى تمنع أقوى وين وحي أقوى رأي الأمن الفكري وعقيدة دي وإن دتكاس إليهن عقيدة أي إلاليان أي احترامان هذي مسلمين إلهي إسلام وافدين وابدأ وفع ندبة وإن إلاليان هذا يصير مسلمين أهل لفتة وحي أمين سيه وإنه دوران وإنه جرى مركة أمني فكرية والاحترامه ودتكو يكل الدنبايا هذيك الفوضى نغو نيسا ولذلك أمني فكرية خطباء يعني كان نقدر أن كل جيسي مذول بوك مذا إن شاء الله نوعد عن الشيء قدر نيب وحاوي أن نقع هذا اللي بعتدنا هي سون من كان خوارجته نوها يان وقيب كمذا خلل كوي مذا أمني فكرية هاي يعني عقيدة دي كل سنة إن ليجا مسلمين تلا إلاليو كان قال لفتة تلا إلاليو الله دادين إلا إنه كسوح حد قدبان ما هنا أو سلمي كل سنة الدين تو الدين سلمي نمت قريه واي والدين ما ضيعت واي عندنا مدي شو عندنا ليك ما ضاعيسه إلا وقف معتدي هذه كل ده قال ما يبغى هنا وحرب أه وحرب ده قال أسكرت مدين مسلم هذا قال هذا ولا درس أكاس هو بظالم كل منا هذه كدلها وسائل لو ما ضاع فقه سائل يجري حتى جرعة وصار دعائنه كدلها ربع جرعة عن دعوة ودي ليسه وحتى لقسوق هذا مجران شرعي عن ولا بارك ليه تحقيقه لقلنا يا إنه وير هاي أيلا فيرنا يا أرد أتكد شلفت هذا إن هذا أرد هذا هلي كره حقه سقى هلي كره هذا هو بس نايو كره هذا هو كده شحال سوق هذا ماي لكن سو محنك هذا قعمر هرعة هذا إسكت دش رفته هذا وحقه تعذير بلا هذا مسألة كلا والله ففاين دونا في قالوا تجا على كل حال مركه أمن جوا حقه رأي مركه الأمن الفكري وكي عقيدة ذوي الأمن العسكري وكان هذا جن الحجارة ونفر أو بليس كأيو شقك لا توقع يبقى كلام أحد كعيدة ماذا وزاردها وحل سارا أمن جي شق كشقيان الأمن العسكري ليلا ومهم جدا نسقنا الأمن السياسي أمن النب سياسة ده نبض السياسة ده تاسن وحيك كل سنة هاي إن لقى إلى السياسة ذلك خلاف إسراعات إسقاط قبسي إيه وحيس وسجلين إيه إسكو جبهدين إيه النعيب وحصل الله ما أقوله وإنه جرى ويعد أو شرعة أو دتك يكون شيئا المسلمين على شروط من النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين ويكون شيئا وإن احترامان أو نظام كدولة نمد وكنت هاي لغو الشيء لغو السعودية لغو لك لو ريجو لو وضع إلى عليه لو وضع احترام وحال إذا أمن السياسي داو لما داو عكره هذا داو أمن كلا أمن النوعية صدق ما اختر قلاي ذلك لما الدماي لما أقوله الأمن السياسي وإلى إلى عليه الأمن القضائي قرصورك وقريب لما تاجن وي هذا لا إلى لين أسمعنا قرصورك عدالة أن لغو إلى لين قف بس كتاب كمان لغة في ريبوجا ذلك أمن ما يعلن كرو قعدت اللي سلقله لأنه ماشى وقدر أن يقول عليه أمن وقرصورك مركو إن أمني أسجن أو كجراء الأمن الغذائي وإن ضدك نلا أبوره استقرارك كينا يسياد سياستها جاكسن يهرمك إذا ما ذو أي أمني قعدت كل جاي وحكت لنا الشقة يهرمر يدقال أبور إن صار تخيلات كذا الكجراء يدش يس يقديس يدبدي يس يشغله عشور نظيف القاضي ذلك لنا إلى اليوم مركو ضدك أسوح إليه قعدت كل جاي دقال أبور ما الأمن الغذائي بأبور ميسو الأمن الصحي أمني عافماتك استقرار مركز له هلو هي ذي عافمات كله هرمرنا يا دلو البهر مركز وحكو حرين يا هلير هذا سد احتيال أساسه قرصورك عافمات ك إيه وحبر شذا إيه أمني جود أمني جود وعيد ماذا سوى لما لما هلا ماي ولذلك دولة هو وين سد مركز هو كلاه تو الدستور قال هلير هذا أدو إلى قوانين تو هذا مركز حكومات كل سايان سد حاسك باللبنان وسد حد وزير أود بدم واي وزيرك وحبر شذا وزيرك عافمات ك إيه وزيرك قرصورك سد حدا صارته لصهر مريا أي جا أقوم يمسن كده من وزيرك أمنك إلى غير ذلك الدفاعي وحاس مركز أمنك صحي قال والله مت الأمن التعليمي تعليمته والله مت قاركود وأكل قادم قارن وصل حقليان لأنه لبض ضوء أساس عفوا ما كر تعليم الآن تعليم مجري كرتادان وبدك الداوين لا إلالين إلى آخره وأمن البيئة هي أمنك البيئة الجود إلى إلاليه الأمن الاقتصادي أمنك دقالها الأمن الاجتماعي إن قبائل كم لما يدبه شيء سين لا ولا عليه لا سكوها يو أمن الاجتماعي هو مرك هذه الأقسام العشرة الله وضع إلاليه الله وضع حفظيه أهم مهمة الدولة ذو إيلادها الدولة ذو حلقة رمتها سواء
وإن دمان قيباس إلى لسا أمنجا أو إداريسا قفل بنا ماشوا شغلة كي قاعد يبتا سعة دالة كونا كنتروشا أنت هذا القرار كلي أنت أسمرك ذلك الو إلى لي دولة لماذا سيد إلهي القرآن كيس إنه وش يجي عيدها مقدوتين حديثته ذلك الدنيا آخر اللي بنا يقول ليها قال الله تعالى إلهي محور مركز سوى نوش يجي قال له وحول لي هاي وضرب الله مثلا قرية إلهي وحول تلمان كبحيي مقاله قرية ذا نوع مقاله وين واي وعاصمة ما هن قرية ذي أنا وأن نقيم ما هن قرية إلهي القرآن كوش يجوا عاصمة واي ومقالين دلوا ليه مقاله ذا لقاه جامية واي أو حكمته على ماذا الوي غن وحكم إذا إنت هاي مقاله أقوين أما هذه صحة أقوين جغرافيان أي تا مقاله ذا ما ذا حد ويدا جنت هاي أو قرن كلقاه جامية مسكح ذا جامس دلك يحتاله تمثيل كأما دتك دبده كي ما دلك لسيد عيد الشجر ده أنت وحاي ما أنا يحتكاك الدون كويس فرني هاي علماء الإلهي بقى كوني أفر بغلص أنا كهرنا وش يجي وحان أي قلب اللي يسكس إلهي هنا أيه قالوا ده إلهي هنا أيه وما بلامين حضر الغربية لقى ما قال إلهي بقى لقى قاعد تكتب كيس وده أركض دون تاع هذا ده كتير وده أنا كوارك دون تاع وحمرك وإن حر يعني أي تمثيل كده بالماسك أنا ماشي أنا فديوي ما راح دون أي دكان تلا بقى ساعة سنة لقوا يغنى وسيدا عرف عادي قال علماء ده عادي أنا لا أسوى هذا بقى هو سيدا أسمرك وضرب مثلا قرية مقال مدح عاصمة مقاله كانت وحي أهات مقال لا أسوى آمنة وحا عجيبة فعل كإلهي وكعبر هو فعل ماضية فعل مضارع لهم عبر تكون آمنة لما دهن اللغة دي لبضو بسكرة جرى فعل كماضية فعل مضارع فعل كمركة وسيدها في عشاء اللغة العربية كوبنتا لأنه هو اللي قبتيبها لغة هلية أو ميلا ديقي أو هرأي ودعضي فعل مركة باستي أما ماضية إلهي كعبر وحالي إذا مركة كانت وحي أهاتي آمنة مد آمنة أي أهاتي مقالة داس هو اللي بشقي الله وحوري مضمئنة إهدرد الجن علماء وحي إلهي مركب واحد بدل يدل استاجين لا بأس يرأسه حاجة آمنة مركب اللي واقف في الناد إلهي مطمئن محوك يعني أمن جا أقسامت أن شيء جيني بعد لا بأس كلا جلان هي جملة صاصعة أيضنا أو أيضا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان سد حراس قيبوت أي أمن جا طبعا كان نوع سود الجلا يعني مركب حوي آمنة وحي إلهي أمن جا ظاهر كا يا ليه أمن جا ظاهر كا مركب وعشان نوع يا ليه أمن جا ظاهر كا أمن جا عسكري جا هي أمن جا سياسي جا هي أمن جا اجتماعي جا هو بالشدة الناس ولا قادة وكل جد هي أمنجة قضائية آه أو دستورية آه أمنجة دستورية آه أو سياسة دنا أمنجة سياسية قريب كم ده أو النظام يحير لو ده استمان يهاي كان أقصر هي ذلك كان أقصر هي ولا وده إعلان إنه ذلك هو كل سنة أو سجع عن تقاليس أو كل سنة يقف وحرب إنه سماه يعني إنه السوق ما يشوف ربكلية أو النظام مسماه يستو لما أقوله استقرار من جري كرم مركز ذلك سواب البرية ذلك هاسو ذلك هاسو وحي كل ما نسأ نعيب كل ما نسأ رنتوض مجتمعات كان سكرة بربرنا أنت بدن وحكي كده أنتين طيب هذا كده أنتين أمني قاء سيب أمني قد دستور قاء سكوة ولذلك الدل مركو بابا وحال قبل لا دستور كسرت إلا دمائي إن دستور ضد كل قوم مدايو لأنه السياسة اللي موجود بكرة بدون دستور نبي قلنا وحي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النايب في المدينة مركو تجي دولة إسلامية توصل لسن معاهدة أهل المدينة يسمي مسلمية قالوا وحلاك القرية يهود هي مسلمين وحلاك القرية نصارنا واجهوا توا يراين لكن مشركين تاكو بدنا ماشي لكن ما دام المشركين تماشي اي سن دين لا قونسين اي سن رجع يعبدوا يان ايغا معنوي عقد النبي قوس سمي و هو كلا قرا اهل كتابك او يهود يهود اهو مركز ماشي جوغي اي مسلمين تاسو او غامناي او دولته هوغانك او اهد وحا وحا لو كلا قرا اي وحا وايه دوله لو ما غد بكره هدان ددك ماشي جوغي سن خير يكون شيان اي سن لهين هذا النبي و هو كو تاكيدي و هو يري المسلمون على شروطهم مسلمين تو وحي كو تاغين هدبا و هي كو شيان تاس مركز اساسي وايه قيبتان لبعضنا إدمانان كانوا وحيدا والأمن النفسي أمن مركا كي هو ظاهر كواحد يقول الأمن الصحي كم إذا الأمن التعليمي إلى غير ذلك أمن عافية ماتك كان تع وحبر شدة كم بي هذا إلا إلى اليوم أمن هذا السوق قيبتان كلام واحد يري وأمن قضائي قرصور كأه وأصل كيسة كل سنة قفك الضمير كيسة واحد كجرا يهل دين أمن كونوا قوامين بالقسط شهداء لله أصله قفك إنه إلهك بقاي كل ما ضدك إيمان كذا كرل وسوق هذا جرائم تأيي قرصور كإلا هذا محكمة لها وأنا سنايا قضاء وأنا سنايا لكن كلما ظلم الدين لعنته يبغون تهاي سف ضابورة اللي قلها يا قرصور معالي جرائم كيا مال إسكالا ودك إسكال الله يا لا إيمان كي قلبك يا دعوة عمي مركب أمن جاس إدمانان كحكمة الأمن الفكري والأمن النفسي والأمن القضائي أيا كمدة يكوا كلات جملة سد هذا الله ولا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان والأمن الاقتصادي والتجاري والغذائي وإلى غير ذلك استثمار كده بدك إيمان هاي كده قالها العقيد خذ نده سبب حين هاي وحصلنا وحكي إيمان هاي مركل حق حقيقي أمن جاس
قيبه الصور دافي السياسة هي الدستور كي حركة هي قرصور كي عسكري كي كل وضع لحق يجيه وهاي مانا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ما قال لها رزق هذا إلا يحيو رزقها ولا ما إليه رزق المستثمرين ما إليه رزقها وحال لو تيري دقالي أدويدي يلي ما قال لها لو تيري عجائب تصوير قرآن كبلاغات كيسي كمتها رزقها رغدا أسهدان الوقت كي يلي تمشلا سقوة سقوة واسعة سقوة الحدود لها هوي أو صف لو سوق قلها إيقا قبر دقالها دج إيديوان قلي شركة إيقا شخصات إسي الدون كورا ما كسوا ياعي لماذا؟ لأنه هو بلد مستقرة وأنا مطمئن والدقية هاي عسكري أهان سياسة أهان لغالة أهان بيئة أهان عفماد أهان حير أهان كل وقت دقية هاي ولا أمين يا مركة تصغر رغد من كل مكان فكفر دي أنعم الله نعمة إلهي مركة ما قالت قالوا ذا خلافي بالوضع إسدلي بالوضع قبيلة ذي بالوضع دين لاني بالوضع أرجع حساك بالوضع هو يبقى دع حلو مطع إلا دعو إن مارت دتك مسوق لا قسم أيه دتك إني مارت حكم كيس كدل ميان إن دستور كله سقع يا رقف صوره وكيره نجعليسي وحصر دن ودمنا يا المركز ذلك ودما فكفر بين فأذاقها الله اللباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وحي وايس مسين درد يا مركز إلهي لما تقولي الآن يقاجأ يكرد يا وبربرا يا وقحيا ودلوبا يا المركز إيه أنا سوق سوا مركز الله بدي معادلة ميسك الغصاري مدار هدور نيسا مركز هذا أما مدار هرد قادة نيسا الصح ذا أما مدار قلدنا الله بكت قليسا وان الدميسا هذا كان دورنا أما النبي صلى الله عليه وسلم سوما نبي وحيد صلى الله عليه وسلم السوق إسلام أيد شرحها من بات قفك واجو بريو أو هيدا آمنا أستقو آمن كوا في سربه شدة والدقيه هاي ماشة والدقيه أمني وكوا أستا أمني قاس مركا أنت عن شر ما سوى الدقلا هاي نلشي سوى مال سارن تاي عفمت كيس مال أسرة هاي الميس وحبر شو هستان أمني عسكري وهاستا وير لقوم أها كيس ياس دوا هستا حقوقي سوى علشان يا قفك دول مكر تمجرت قف دول مكر تمجرت دمان أمني جوا هستا أنواع الأمني آمنا في سربه معافا في بدنه جر كيس عفمت أي وهاستا وتدى أن شيئين تعلنتي يا عافمادك يا هرمرك نواهستا عنده قوت يومه أمنك يا غذائك نواكن وعن الله نواهستا الشغلين سواء مالك سارنتها هدو الشغل كسور لعو ضمان اجتماعي هو اللي هي لعقتها أكسور لعيسا أكون كيسي أكسور لعيسا سياسة عمر بن عبد العزيز وهذا الرهر يروي كفا إيدستين ذلك أقوى ينوض دبقى دين مرقالي دين مرقى أقوى ريالي كيد من نروي إلى آخره كندا إنجليزي ذلك أقوى فعلا وهذا دبقى مرايك كي مركا سياسة ده صحاب بالله عمر بن عبد العزيز أيق واحد جوان هير كذي كوبات القسم الأول إن ضمان اجتماعي غفك الله سمع عافمات كي وحبرش العقلان إلى آخره لكن عمر بن عبد العزيز وكسيب بدي وحو قرسي إنه أسمى يو رمان مخصص يعني غفك وحو بهاي هذا إنه قدر ما يستره معايا لمركز كذي لا يري عدا نصير ما هي نضدك فقري واكب حين وعوري ولش إسكاب ولا ذا قبل أقولي كوا إيجار كجر إيجار كسر يقولي ولسه كوا مبارة هنا مبارة وقدر يري إيه ولا أو أبوه أو مال قليل ما قاري ولا هري وهركز ما قاري إن قفل بقى يجوري إن يجوريان يعني بير أسميان ما يسن قارن هركاس ولذلك وحال الدنمارك أو ذلك أقول رأي أدون كلنا عاص وحال استراتيجية عمر بن عزيز بلال أي كسنة يعني المد أقول ما يسن قارن لا كل ما يسن قارن مركا وحاس صرنا إسلام كان ليمد لكن إسلام كان ليمد وإسلام عدالة يا الله كعبس يتقوا يا إني دتك ين الضم إلهي أبو رأي لنا يعبد عيان ذلك هذا دتك الدين تون أخذ معين عيان كان أقول سريع كان أقول سينا استجعلهين خادمين أو يهين ذلك هذا الدين تون تتحصل لو تلقله أو لقالي قاعد تودك صار دعنا أو هذا يمشي لو تلقى لك ليه أو لا الله بوسنجرين سنعيب بوسنجرين سفوق بوسنجرين قبيلات أي سنجرين سهيب صع بوسنجرين ما حصل إنه قبته لقين مركب ولا ليال إلى يوحنا كبرينا سبحانه وتعالى إنه نقص سقو إن شاء الله أمني قاسم بدنا نقول دونا إن شاء الله دول ساق دونا ما أنت خد بدنا وحيد سعامة إنه نشيا جنو وحام مهم لكن إن أنا قانو إن دينتنا يدلك أنا عد كلا أنت تما يسأل الحين سيد عمر وحوري إن السماء لا تمدر ذهبا ولا فضة أما محافظ شيخه أما معارض شيخه أما حقه أما جماعة إيه أما جماعة بي أهو وحصرن وحيسو إيمانا يعني أبناء هذا البلد ذل كان ولشيس يودي شيسو إنه أنت صار فريستان يقول من رئيس إلى مرؤوس إلى مارت من هذا الثلاثة هاي يمد بريق قبل دورنا يمد شلة هاي كل هل خانة القوة جرو إن ميسك أنت اللي صار ثلاثة ذل كان حقه أوقف في عنهم أدنى ما حق أوقف في عنهم سميستنا إلا يراد أي لغو خصمية وحن أنت هسهينو لنا وما ولا أزمة إلا سيدة رواي كلي وح كلك صوب حماية وح معناه إلا ده أنا ماله قف في مركز ثلاثة جوجا إن لح حكته أما الأسجل الله دليله أما هذب مارتي لو عقد جوليو أما عقد ذي وحيبي لك سوت كي تذكر الحصوصيانا معناه إلا ده يا ماله وإلا وجود باتاس قف كأنه ما أنتوا جوجا بريم جوجا بري أديك أساس هذا إلا جو تلعب كتب مش صفر ليست وحد مركز أباه نيد إنه ولد ما أنت تذكر ولد قال أديك لفتاده سيدا وكلا تذكر ثلاثة هايو من حيون وجوه الرأي حكومة ديسا وحا واجب يغنى كؤه إنه إلى الآن استقرار كذلك
iyo anwaacdaas qismi amniga oo dhan oy dadka talada ay dhex wax ka siiyaan miiska ay soo saaraan dadkii madaxweynayaasha ahaa jiray guddoomiyaasha baarlamaanku ahaa jiray kuwa berri noqon doona kuwa siyaasadda ku jira golayaasha labada aqal madaxweynaha xukuumadda hadda jirta midda imaan doonta kulligood hal mas-uuliyaa saaran ilaahayna waa weydiin doonaa kullukum mas-uulun wakullukum mas-uul can raciyati kullukum raacin wakullukum mas-uul can raciyati waxaa waajib naga saaran dalkan argagixisadiisa in la baabi'iyo oo dalkan amni lagu soo celiyo faragelinta sheeg xoogga badan leh oo annaga khilaafkeenna ka abuurmaysa in inta khilaafka la joojiyo iyadana albaabkeeda la xiro in abna'u hada albalad inay walaalo yihiin la mideeyo oo la ilowsiiyo wixii hore u dhacay taariikh hore aan dib loo soo nooleyn la ilowsiiyo ay ilaabaan inay dalkan ay midaysan yihiin la baro xukunku inuu yahay xukun madaniya oo lagu kala wareegayo si silmi ah oo dastuuri ah oo aan cid dhinac leex u leh kasaysan jirin dadka in la gaarsiiyo arrimaha asaasiga arrimahaas weye arrimahaasna waxay u baahan yihin si jamaaci in looga tashado taasna waxaan ka baryaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu fududeeyo madaxweynuhuna waxaan rajaynaynaa arrintaas inuu daadihinayo waa ka warqabnaa inuu aada u jecel yahayna waa ognahay ragga kaleeto bal xoogo tuhmada iyo shakiga badan qabana shakiga iska yareeyaano madaxda qarankuna ha isku dayda inay banaanka soo dhigto waxyaabaha dadku ay ka shakisan yihin inay ka daaweyso miiska soo fadhiisato ilahay waxaan ka baryaynaa ummaddeena inuu mideeyo dalkeena dadkeena unoo hagaajiyo noo islaaxiyo rabbana aatina allahuma salli calaa maxamedi wa calaa ali maxamed kama salayta calaa ibrahim wacala ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمعنا على الحق والهدى يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.